السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة فيسبوك عربيك وموقع في ماستر تقني. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح كيفية عمل مسابقة التصويت على البث المباشر. هناك العديد من البث المباشر التي يتم فيها التصويت على أشياء معينة أو شخصيات أو أي شيء عن طريق، أو يتم التصويت عن طريق الرياكشنز الموجودة في الفيسبوك. رياكشنز هي ردات الفعل كما شايفين أمامكم، هذه التي تعرف الآن بالرياكشنز، اللايكس وهذه تعرف بالرياكشنز. يمكنك التصويت على شيء معين ويتم ذلك عن طريق البث المباشر. سوف أقوم الآن بشرح كيفية العمل البث المباشر للمسابقة. وأول شيء أقوم به هو الدخول إلى موقع اسمه www.mylife bulls.com. سوف أقوم بالدخول عن طريق لوجن ويد فيسبوك. سوف يطلب مني الدخول إلى الأكاونت الخاص بي. أقوم بكونتينيو. أوكي. الآن سوف يقوم بإعطائي مجموعة من التمبلتس أو القوالب الجاهزة التي يمكنك الاختيار منها عملية كيفية عملية إنشاء مسابقة التصويت. يمكنك الاختيار بين 4 شخصيات أو شخصيتين أو شيئين معينين أو مثل هذه الأشكال، يمكنك اختيار أي شكل منهم. وتجد عداد التصويت مباشرة أمامك ويتم التصويت مثل ما قلنا عن طريق الرياكشنز. لو فرضنا أن سوف نقوم الآن بتجربة عملية اختيار بين شيئين معينين مثل جهازين أو نوعين من الأجهزة مثل الآيفون أو السامسونج، فنقوم بالضغط على أحد هذه القوالب التي نقوم باختيارها. نختار نوعية الرياكشن المطلوبة. يمكنك اختيار من هذه الأنواع الرياكشنز مثل لايف أو لايك. أقوم باختيار ملف الصورة التي أريد أن أقوم بإدخالها. مثلا أريد أن نختار بين هذين الجهازين، فأقوم باختيار مثلا جهاز آيفون وجهاز آخر لأجهزة مثلا جهاز يكون جهاز سامسونج. فأقوم بالضغط على Upload Images. بعد ما قمنا بعملية الإضافة نضغط على Continue، فسوف يعطينا الرابط الخاص بالمسابقة التي قمنا بها. كما تشاهدون الآن هكذا هو الشكل المقارنة بين الجهازين. الآن أتممنا المرحلة الأولى من عملية تصميم شكل المسابقة أو شكل التصويت كيف يكون شكله. الآن عملية البث سوف نقوم بتحميل برنامج معروف باسم OBS. OBS فحيعطينا اسم الموقع اللي هو OBS Project. فندخل على الداونلود ونقوم بتحميل البرنامج. بعد ما يقوم بتحميل البرنامج وعملية السيتاب أو عملية التنزيل، ندخل على البرنامج وهكذا سوف يكون شكل البرنامج OBS Studio. أوكي، سوف نقوم بالدخول إلى البرنامج. هذا هو شكل البرنامج الذي من خلاله سوف نقوم بعملية البث إلى الفيسبوك. تابعوا معي كيفية عملية البث. نقوم بالضغط على السنس وإضافة سنس 2. نضغط على هنا ونختار Browser Source. هذا هو سوف يكون Browser Source. هنا هو الرابط الذي سوف نقوم بوضع فيه صورة المسابقة التي قمنا بإنشائها قبل قليل، وهي هذه. نقوم بنسخ هذا الرابط، كوبي نسخ، نعود إلى البرنامج الخاص بنا اللي هو الـ OBS.
نضغط على اوكي. المفروض الان سوف يعطينا الشكل الخاص بنا. سوف نقوم بزيادة الحجم مثلا 800، ونقوم مثلا بحرف 200، ونضغط على اوكي. يمكننا التحكم في الريزولوشن الخاص بالصورة حتى يكون في نصف الشاشة. اوكي. الشيء الاخر الذي سوف نقوم به الان هو اخذ المصدر الذي سوف يتم، او اخذ المكان الذي سوف يتم منه البث. ندخل على اعدادات سيتنج ستريم، نرجع الان ونعود الى الصفحة الخاصة بنا، نذهب الى فيديوز Publishing tools. Publishing tools. Then I'm going to video. والضغط على كلمة live. سوف أقوم بنسخ هذين الرابطين. النسخ الأول. ونعود إلى البرنامج. Paste. نعود مجددا إلى الصفحة، إلى الفيسبوك، نقوم بأخذ الرابط الآخر ونقوم بوضعه هنا، ومن بعد نقوم بعملية apply. أوكي. حاليا أتممنا عملية البت، أو عملية إنشاء وتجهيز البت. سوف نعود إلى صفحة الفيسبوك ونضغط على كلمة next. حاليا سوف يحاول الفيسبوك من أخذ مصدر البت، ولكنني الآن لم أقم بعملية البت إلى هذه اللحظة، فما علي أن أقوم به الآن هو Start Streaming. عندما أقوم بالضغط عليه سوف يتم عرض شكل أو صورة البت المباشر للمسابقة. يمكنني التحكم أيضا من عن طريق الإعدادات، عن طريق الصوت. في حال أريد أقوم بإلغاء الصوت فما علي إلا نقوم بعملية ديسيبل لهذه الأشياء لكي لا يتم تسجيل الصوت الصادر من عندك. وإذا أردت أقوم بتفعيل الصوت فما عليك إلا تفعيل هذه enabled واختيار مصدر الصوت الذي تريده، فما عليك إلا إضافة مصدر آخر واختيار. في حال إذا أردت أن تضيف الصوت فما عليك إلا اختيار Audio Input Capture to you and okay. حاليا عندما تقوم بتشغيل أي نوع من أنواع الموسيقى أو أنواع الصوت فسوف يتم التقاطها مباشرة. حاليا أنا لا أريد أن أقوم بإضافة الصوت فما علي إلا أقوم بإلغاء هذه ميزة الصوت فلا أريدها. والآن سوف أبدأ بعملية البت بالضغط على كلمة Start Streaming. أعود الآن إلى صفحة الفيسبوك وأنتظر قليلا حتى يتم التقاط إشارة البت من البرنامج. الآن يتم التقاط الفيديو ستريمينج. الآن تم التقاط الصورة، والآن يمكنني إضافة تعليق أو السؤال المطروح هنا. مثلا عمل أي سؤال فيقوم بعدها نقوم بعملية Go Live، وسوف نلاحظ أنه تمت عملية البت مباشرة بنجاح. وسوف ننتظر قليلا حتى نتحصل على مشاهدين للبت. كما تشاهدون الآن سوف يعطينا الآن أن البت قد تم، ويمكننا التحكم في معرفة عدد الأشخاص الذين يشاهدون البت. وإذا كان هناك رياكشنز فسوف نتحصله على هذه الشاشة. بعدما قمنا بعملية البت هناك شيء آخر وأخير أريد أن أضيفه الآن. قم بالضغط على Show Video URL، أقوم بالنسخ وأعود إلى الموقع الأول واللي هو خاص ب
وأقوم بوضعه هنا و generate live video. All done. الآن يمكن للمعجبين من مشاهدة هذا البث المباشر وبدأ التفاعل ورؤية المسابقة والتفاعل في عملية التصويت عن طريق الرياكشنز. وبعد الانتهاء من البث يمكنك and ضغط على كلمة end live video لإنهاء هذا البث المباشر. أتمنى أن تمكنت من شرح كيفية عمل مسابقة التصويت على البث المباشر في الفيسبوك. لا تنسوا أنكم تعملوا سبسكرايب للقناة ومشاركة للفيديو. تقبل تحياتي، معكم أسامة حلاسة، والسلام عليكم.